مشاهدي الكرام، لقاء متجدد يجمعنا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بيوت الشعراء. تحرص بيوت الشعر العربية على إرضاء الشعراء بكافة اتجاهاتهم الشعرية المختلفة دون إغفال عن دورها الكبير في احتضان المواهب الشعرية المتنوعة. وكعادتنا في هذا البرنامج نترككم في البداية مع أبرز أنشطة بيوت الشعر التي سنتابعها في هذه الحلقة. صفوان قديسات وصقر الزغول يحلان ضيفين على أمسية بيت الشعر في المفرق. الصالون الأدبي لمدينة قابس التونسية في ضيافة بيت الشعر بالقيروان. عبد الجواد خفاجي يستجلي سمات الخطاب الأدبي وتجلياته في بيت الشعر بالأقصر. جزيرة توتيا السودانية تحتفي بالشعراء من خلال أمسية شعرية نظمها بيت الشعر بالخرطوم. نبدأ من الأردن، حيث حل الشاعران صفوان قديسات وصقر الزغول ضيفين على أمسية بيت الشعر بالمفرق، ليلة داعب فيها الشاعران الكلمة وتجربة الشعرية بطريقة مختلفة ليقدما في النهاية أمسية لم تخلو من لوحات شعرية إنسانية متنوعة. دعما للثقافة العربية وانطلاقا من مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء بيوت للشعر في الوطن العربي، المبادرة التي حظيت بأصداء ثقافية وإعلامية واسعة في الأردن، يواصل بيت الشعر في محافظة المفرق أمسياته الشعرية باستضافة نخبة من الشعراء الأردنيين والعرب، حيث استضاف مؤخرا الشاعرين صفوان قديسات وصقر الزغول. هذه الأمسية تأتي ضمن أمسيات بيت الشعر المقيمة عادة في الشهر أمسيتين عنا معروف. الجميل في هذه الأمسية أنه عنا شاعرين يعني لم يدخلوا أعتقد مدينة المفرق في نشاط ثقافي، فهم باعتبار بالنسبة لنا كبيت شعر يعني اكتشاف جديد وموهبة جديدة جميلة. طبعا هم شعراء جميلين جدا يعني، فإن شاء الله تكون من الأمسيات يعني المميزة وأنه يتعرفوا على المفرق وجمهور أيضا يتعرف عليهم إن شاء الله. الأمسية أدارها الأستاذ حسين نشوان الصحفي ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين سابقا، أدارها بتلقائيته التي تختزن خلفها فيضا من الثقافة والفكر المتقد، مشيدا في الوقت ذاته بمبادرة بيوت الشعر وموجها أرق التحايا لشارقة الفكر والأدب. بعد ذلك تناوب الشاعران على قراءة قصائدهما التي تسللت إلى قلوب الحضور ومشاعرهم، حيث استهل الشاعر صفوان قديسات الأمسية بقصائد أبرزت شعريته عبر لغة جزلة رصينة الإيقاع. وعرف عن قديسات مشاركاته في العديد من المناسبات الوطنية الأردنية، كما حصد العديد من الجوائز على المستوى المحلي والعربي. أمي وحق رغيف الصبر والعتب المستريح على جنبين من تعبي الذاكر الله في محراب خلوته ليوقظ الصبح بين القش واللهب إني أقلب أعذار الكلام وما لدى الصغير سوى قلب من القصب أمي ووجهك لا يحصى كأن له جلالة من كرامات النبي العربي لك السهول التي قبل اكتمال غدي نثرتها بمسافات من اللعب ووردة تملأ البشكير تشبه ما يكون خدك تحت العرجة الذهبي أمي وحضنك لا يحصى أمام يدي تكدست عتبات البرد فاقتربي وهدهدي غربة في الروح تعصر لي غشاوة لم يجدها أبلغ العنب تقول لي أن أيامي على سفر تمر مثل مرور الآه في العصب. الشعر هو وسيلتنا للتعبير عن ما في داخلنا، وإن شاء الله يكون طريقتنا في تقديمه للناس مقبولة ومحببة إلى أنفسهم. من ساهم في رسم مشهد شعري عربي ونرتقي فيه للأمام إن شاء الله.
الشاعر صقر الزغول نثر على الحضور قصائده الشعرية ذات المضامين المتنوعة التي حلقت بالحضور إلى آفاق شعرية جديدة. أول شيء بنشكر بيت الشعر على الاستضافة الكريمة هاي، وبنشكر تلفزيون الشارقة وأهل الشارقة على دعمهم لهذا البيت. بالنسبة لنا يعني مضامين الشعر شتى، ولكن يعني الشاعر يكتب ما يعنيه أو ما يسطره في حياته، وأنا مش مثل ما قال صفوان شايب أو شايب في هذا المجال، لا أنا شاب من الذي يعج بهم الوسط الفني والوسط الشعري، وإن شاء الله يعني مستقبل أمامنا. الحركة الشعرية يعني مثل بيت الشعر اللي بالمفرق أول إشي بساهم بأنه تعرفتنا، يعني أنا هاي أول ثاني مرة يمكن أدخل المفرق، فبتعرف على الشعراء الشباب موجودين بيها، بنتعرف على الوسط الفني. تميزت هذه الأمسية بتنوعها الفكري والثقافي وتنوع المضامين والأساليب الشعرية، حيث عكست سيمفونية شعرية إبداعية رباءه لبرنامج بيوت الشعر محافظة المفرق. من الأردن إلى تونس، حيث استضاف بيت الشعر بالقيروان الصالون الأدبي لمدينة قابس التي تقع جنوب البلاد، وتأتي هذه المبادرة في إطار انفتاح البيت القيرواني على الشعراء في مختلف المدن والمناطق التونسية. في قلب المدينة القديمة بالقيروان بأزقتها الجميلة الضيقة وأبوابها العتيقة المزركشة، يجذبك سحر القصيد من داخل بيت الشعر القيرواني. هذه الأيقونة الأدبية التي مثلت خير هدية من صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى أهل الفكر والفن والإبداع في عاصمة الأغالبة. أجدد ترحيبي وشكري لكم على الحضور. البيت القيرواني وفي أمسية جديدة أراد الانفتاح على تجارب أخرى من تونس الأعماق بجهاتها المختلفة، فكانت مدينة قابس الواقعة بجنوب البلاد التونسية حاضرة بشعرائها في القيروان من خلال استضافة جمعية الصالون الأدبي بقابس الذي يعتبر من أهم الجمعيات الثقافية بهذه الجهة، حيث تؤسس في 13 سبتمبر 2011 ويضم حاليا تظاهرتين أدبيتين سنويتين، وهما الملتقى الدولي للقصيدة العمودية والملتقى الدولي للقصة والسيناريو. في نطاق انفتاح بيت الشعر على فضاءات خارج القيروان والتفاعل الثقافي والأدبي الذي أصبح يتطلبه نشاط البيت ورغبة الكثير من النوادي والجمعيات الأدبية والشعرية في البلاد التونسية، نظمنا هذه الأمسية اليوم التي استضفنا فيها جمعية أدبية عريقة بمدينة قابس من الجنوب الشرقي التونسي بأعضاء هذه الجمعية. هذا الصالون الأدبي جاءوا إلى القيروان إلى بيت الشعر وقرأوا وقدموا تجاربهم في هذه الأمسية، وهذا في برنامج بيت الشعر إن شاء الله المستقبلي التفاعل مع جهات وفضاءات أدبية في تونس من مختلف جهات البلاد. وتابع هذا اللقاء جمهور محترم من أهل الفكر والأدب والثقافة وأوفياء البيت، حيث أنصتوا في البداية إلى الشاعر سفيان المسليني الذي قرأ مجموعة من نصوصه على أنغام عزف منفرد على آلة العود للفنان عمار العريبي. نحن على استعداد تام للتواصل مع بيت الشعر القيرواني من أجل التواصل ومن أجل تدعيم النشاط الثقافي وتقديم فرصة للشعراء، خاصة الشعراء في الدواخل اللي ما كانش لهم الحضور في مسابقات أو في تظاهرات سابقة. إن شاء الله يكون هناك اتفاقية تعاون وتبادل الخبرات والأفكار فيما يتعلق بين جمعية الصالون الأدبي قابس وكذلك بيت الشعر القيرواني، ونحن على استعداد للتعريف بشعرائنا. وقرأت بعد ذلك الشاعرة مريم ذياب بعض نصوصها التي ترجمت مشاعرها المتوهجة بوجع الذات، وسرت أشعارها رقيقة منسابة بين الجمهور الحاضر الذي أنصت بكل شغف إلى حروف الشاعرة وكلماتها الملونة بطابع رومانسي جميل. زمن الحب أقول أصيخي بثينة، أصيخي بثينة فقد تسمعين دعاة الغرام أباح القصاصة، أجاز البعاد أحال الرقابة،
على المقصلة. قدمت من جابس في إطار استضافة بيت الشعر القيرواني للصالون الأدبي بجابس، لبيت أكيد مزهوة الدعوة، وأشكر كثيرا بيت الشعر القيرواني، هذا البيت الذي يسع ويفتح أبوابه للجميع. أشكر شكرا كثيرا وجزيلا لكل المشرفين على هذا البيت وكل من يمد جسور التواصل والتحابب بين مثقفي تونس في كافة الجهات. وقامت مديرة بيت الشعر في ختام الأمسية بتكريم أسرة الصالون الأدبي بجابس وإسناد أعضائها المشاركين في هذا اللقاء الأدبي شهادات شكر وتقدير. بعد انفتاحه على مختلف الأجناس الأدبية والفكرية والشعرية، ها هو بيت الشعر القيرواني ينفتح أيضا على جهات تونس ليستضيف صالون جابس الأدبي في أمسية رائقة واستثنائية. لبرنامج بيوت الشعر، ناجح المساوي، القيروان، تونس. ننتقل إلى مصر، حيث نظم بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية استضاف فيها الشاعر والأديب عبد الجواد خفاجي. ضيف الأمسية قد بدأ حديثه متطرقا إلى سمات الخطاب الأدبي قبل أن يقدم قراءات شعرية لقصائده. زائر مدينة الأقصر الأثرية العريقة يتلمس الإبداع في عمارة مبانيها ويعيش الثقافة والأدب بوضوح داخل بيت الشعر. هذا الصرح الثقافي الذي يقدم لرواده ألوانا مختلفة من الإبداع. الشاعر والأديب عبد الجواد خفاجي حل ضيفا على هذه الأمسية متحدثا عن سمات الخطاب الأدبي. بيت الشعر ينتقي ويحدد الموضوع الذي سنتناوله وأسماء الشعراء الذين ينتقيهم بعناية، وبالتالي هو يقدم خدمة نوعية مدروسة وذكية ومفهومة. الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر قدم الأمسية واستهلها بقراءة بعض النقاط التعريفية الخاصة بمسيرة الشاعر والأديب عبد الجواد خفاجي الذي يكتب القصة القصيرة والرواية والمسرحية وله العديد من الدراسات الأدبية والنقدية. عبد الجواد خفاجي ناقش في هذه الليلة سمات الخطاب الأدبي وما يمثله هذا الخطاب من أهمية لكل من يمارس الكتابة الإبداعية، فرق من خلال عرض تاريخي موضوعي بين الكتابة الإبداعية والأدبية والكتابات العادية، بين اللغة الاعتيادية التي يتكلم بها الناس ويكتبونها في حياتهم اليومية وبين اللغة التي يستخدمها الأدباء والشعراء، وكيف يستطيع الشاعر والأديب أن يحول المفردات المعجمية إلى مفردات ذات انزياحات دلالية مختلفة ومغايرة. ضيف بيت الشعر استعرض الآراء النقدية في تعريف الأديب، منها أنه ليس مستخدم لغة بل هو منشئ لغة باستخداماتها الجديدة، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن الأساليب اللغوية الإبداعية التي يستخدمها الشعراء. أعتقد أن بيت الشعر وصل إلى كما قال الأديب الكبير عبد الجواد خفاجي إلى عمق الحركة الثقافية، وهو أحد الروافد الثقافية الهامة في جنوب مصر. كانت أمسية رائعة. بيت الشعر دائما إحنا بناخد من بيت الشعر، بيعد بيت الشعر في الأقصر منارة من منارات لنشر الثقافة في جنوب الصعيد وعلى مستوى المحافظات كلها. بعد مداخلات من الجمهور حول علاقة الأديب باللغة والمكان وبعض القضايا الثقافية التي يثيرها موضوع النقاش، استمع الحضور إلى عبد الجواد خفاجي شاعراً حيث قرأ بعضاً من قصائده. هذه الأمسية واحدة من سلسلة أمسيات اعتاد بيت الشعر بالأقصر أن يقيمها في إطار برنامج شاعر وتجربة الذي يحتضن كافة اتجاهات الشعر وأجناسه المتنوعة. ليلة استثنائية امتزج خلالها استعراض الدراسات النقدية بالقراءات الشعرية، فتحققت الاستفادة والمتعة معا لجمهور بيت الشعر بالأقصر. لبرنامج بيوت الشعر، تلفزيون الشارقة، مستجاب عبد الله، الأقصر. في أمسية حاشدة ضاق بجمهورها المكان وشهدت تواجد رموز المجتمع السوداني، احتفت جزيرة توتي الواقعة في قلب الخرطوم، احتفت بشعراء السودان من خلال أمسية شعرية نظمها بيت الشعر بالخرطوم بالتعاون مع رابطة خريجي جامعة الخرطوم ونادي توتي الثقافي الرياضي الاجتماعي. في
في أمسية عانقت فيها القصيدة تفاصيل الزمن، تألق الشعراء محمد طه الجدال، نضال حسن الحاج، عمر علي عبد الحميد، جاد المولى حمدو في أمسية نظمها بيت الشعر بالخرطوم بالتعاون مع نادي توتي الثقافي الرياضي الاجتماعي. أسرة نادي توتي الثقافي الرياضي الاجتماعي أبدت سعادتها بهذه الشراكة الطيبة التي تمثل جسرا جديدا للمعرفة ونشر الأدب. اخترنا بيت الشعر والخرطوم بشعور بأنه أهالي توتي أصلا هم أغلبيتهم شعراء وأهل فن وأهل إبداع، فاعتبرنا أنه هذه مناسبة أنه نحن نلبي رغباتهم في مع بيت الشعر والخرطوم. الشعراء المشاركون في الأمسية سعدوا بمشاركتهم لأهالي جزيرة توتي وقدموا قصائد متنوعة حظيت باستحسان الحضور. نحن في حضرة توتي، توتي الخضرة وتوتي الجمال وتوتي الثقافة وتوتي الحضارة، وهي نقطة بتمثل السودان. فليلة احتفائية جميلة في حضرة الوطن وفي حضرة أساتذتي وزملائي برضو ما شاء الله حضور، وأهل توتي وأعتقد أنه أهل السودان كله. الأمسية يمكن تكون دي أول مشاركة رسمية لي يمكن من 19 ديسمبر. سعدت أيما سعادة بهذه المشاركة، وهذه المشاركة في توتي هذه الجزيرة الجميلة جدا. بيت شعر بشكل عام له صدى واسع جدا في كل بقاع وأصقاع السودان. أتمنى أنه نرى أمسيات في كردفان وفي دارفور، حيث في دارفور وكردفان له متابعين وله صدى واسع جدا في كردفان ودارفور. أتمنى أنه نشوفه. بشكل عام سعدت جدا، وأكيد كل الناس اللي حضروا هذه الأمسية سعيدين جدا بهذه المشاركة، كانت ليلة رائعة جدا. الصحفيون سجلوا حضورهم في هذه الأمسية وأبدوا رضاهم عما قدم فيها، آملين في المزيد من التعاون والإبداع. اليوم تتنفس توتي شعرا في حضرة من يهوى الشعر، هذه الجزيرة العظيمة وهذا النادي العظيم الذي تأسس في العام 1935. بهذه العلاقة كانت أمسية رائعة وراقية ضمت بين الشعر العامي والشعر الفصيح. أهالي جزيرة توتي من الشباب والكبار شكلوا حضورا لافتا في هذه الأمسية، مما يؤكد اهتمامهم الكبير بالشعر وقضاياه. كانت أمسية جميلة، استمتعنا فيها بوجود الأساتذة الكبار المناضلين والكنداكات والشفات أو التوتي، وكان يوم جميل خالص استمتعنا فيه بالكلمة الجميلة وجرس الكلمات، وكانت بالجد يعني أمسية نتمنى إنها تكون بداية لأماسي كثيرة داخل جزيرتنا الحبيبة. يعني من زمن يعني كنا متمنين انه يشرفونا بجاي، ونحن الحمد لله اليوم كانت الأمسية جميله جدا، وان شاء الله يعني تتواصل هذه الأمسيات بصوره مستمره وتكون بصوره دائمه. أسرة بيت الشعر بالخرطوم دائما ما تؤكد اهتمامها بمثل هذه الشراكات، كونها تشكل ملاذا لرواد الجمال ومتذوقيه. بيت الشعر اليوم ينفتح على نادي من أعرق النوادي في مدينة الخرطوم، وهذا الجمهور المتقد يمثل لنا لوحة شعرية لحالها، لوحة جميلة نتمنى أن تتكرر مع جميع المؤسسات الثقافية في الخرطوم. وهذا انفتاح كبير بأسماء شعرية كبيرة لها صوتها في المشهد الثقافي السوداني، وتحاول دائما أن تقول إن الشعر في السودان لم يزل بخير. وفي ختام الأمسية تم تكريم الدكتور الصديق عمر الصديق مدير بيت الشعر بالخرطوم وأحد أبناء جزيرة توتي وفاء وعرفانا لجهوده الكبيرة في نشر الوعي والثقافة. من كل حرف نغم يعبر عن سيرة الوطنية وتاريخها الطويل في سيرة شعب عرف شعراؤه نضال الكلمة وجعلوها واقعا يعيشه الشعب في حياته اليومية. لبرنامج بيوت الشعر، مرغني جبريل، الخرطوم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم بمجموعة جديدة ومتفردة من أنشطة بيوت الشعر في الوطن العربي. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته.